السلام عليكم ورحمة الله، معكم إسماعيل صلاح من قناة Children Read. اليوم معانا كتاب جديد ومهم. هذا الكتاب عن الصدق. أنا صادق. المغسلة ممتلئة بالماء يجي على الأرض. المدرسة تسأل: من فعل هذا؟ أوه، ماذا أفعل؟ قل الحقيقة، إنها أفضل شيء تفعله. علبة الحبر فقدت عن الرف. مدرستي تسأل: من الذي أخذها؟ أوه، ماذا أفعل؟ قل الحقيقة، إنها أفضل شيء تفعله. كان هناك 5 كعكات في وعاء الكعك، والآن لا توجد سوى 3 كعكات. أبي يسأل: من الذي أكلها؟ أوه، ماذا أفعل؟ قل الحقيقة، إنها أفضل شيء تفعله. واجب المدرسة كان صعبا جدا ليلة الماضي. لم أستطيع أن أنهيه. مدرستي تسأل: أين هو الواجب؟ أوه، ماذا أفعل؟ ماذا تفعل إن اليوم وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله عجبكم. لو عجبتكم القصة اعملوا لايك وسبسكرايب، ومع السلامة.